يعني أنا ولي دم، ولو هسه كل الشعب العراقي هم أولياء دم هذه القضية، لكن الذي حدث بالتحديد أنه في ضابط في منتسب في سوات صور على الانستغرام منشور، وأنا ذكرته في لقاء أيضا على قناة من القنوات، نزل بالستوري أنه دخولهم لوصولهم إلى منزل الشهيد المغدور الساعة الثانية بعد الظهر بالتحديد. نعم. انتهت الحادثة ما يقارب السابعة أو الثامنة مساء ليلا. وفي التصوير الذي ظهر وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا ظهر أنه كمية الإطلاق الذي على منزل الشهيد وصوت الإطلاق النار، وحقيقة أنا المقطع شاهده الكثير من كانوا متواجدين أيضا في العزاء وأيضا منتسبين، فسألتهم أنا سؤال، هذه الأسلحة ما هي الأسلحة؟ إذن صوت الأسلحة يوحي أنه هي قد تكون قاذفات. فمنتسب قال لي هاي أحادية، يعني أحادية استخدمت أسلحة أحادية على منزل. والله يا دكتور نجم هو بيته نعم. عبارة عن كوخ. نعم. تضربون علي أحادية؟ احنا ما نخوض. نعم. انا اكرر ما اخوض بالتحقيق ابدا، التحقيق هذه امانة وكلها ان شاء الله هي على قدر المسؤولية. انا ايضا ما اريد ادخل بالتحقيق، لكن قضية تلفت النظر، مواجهات من الساعة الثنتين للساعة السابعة لمدة 5 ساعات، القوة المهاجمة عتها اسلحة SMG9، عتها رباعيات، عتها احاديات، بمعنى الشخص كان يقاوم، ما هي الاسلحة اللي خلته يقاوم لمدة 5 ساعات؟ هذا الرأي العام لازم يعرفه. صح بالضبط. احنا اللي شاهدناه، يعني استمر الطلق تقريبا قلت لك يعني من الثانية ظهرا لحد السادسة ليلا او السابعة ليلا، وكانت يعني طبعا بالمناسبة القوة هي يعني مو بعيدة عن المنزل، يعني ابدا مو بعيدة، يعني 20 شهيد، 20 شخص في هذا المنزل. هل يعقل ان هؤلاء الشهداء يعني ما استنجدوا، ما صاحوا، يعني ما سمعتوهم، يعني من العصر لحد الليل هذا كمية الطلق عليهم وتشاهدونهم وتسمعونهم، ولا يجيني واحد يقول لي مستحيل القوة ما سمعت؟ لا، القوة سمعت وعرفت، أكو عائلة، وأنا أجزم على هذا الموضوع ونؤكد على أني سألت في كثير من أقارب الشهيد المغدور، ليش شنو سبب انتم ما دخلتوا ما وصلتوا ما يعني رحتوا للقوة؟ قالوا احنا ما نقدر نوصل لان كل ما نطلع يصير علينا رمي، ويعني زين سيد قائد، سيد قائد ارهابية، سيد قائد النسيب الان المتهم بالقضية كان موجود اثناء عملية المداهمة؟ نعم. كل أنا ما أقول لك شفتها بعيني، لكن كل الآراء وكل الأخبار التي نقلت من والدة الشهداء، والدة الشهيد وأشقائه ومن أقاربهم، يعني كل الآراء أنه هو كان متواجد قبل وصول القوة سوات إلى الحادث.